خلوني أقول لكم إنه كان من الحاجات الجميلة إنه أجي مصر من هنا أهو وأبقى سعيد جدا باحتفاليتنا السنوية احتفالية قادرون باختلاف وتزيد سعادتي لما ألاقي إن كل سنة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم في الاحتفالية ما لم نكن نتوقعه ويساعد اكتر على مساله الدعم لاولادنا واخواتنا القادرين باختلاف طيب النهارده شهد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفاليه قادرون باختلاف في النسخه الرابعه الشعار بقى كان ايه لينا مكان طبعا الاحتفاليه كانت في مركز المناره في التجمع الخامس الاحتفال زي ما حضراتكم عارفين ويمكن شاهدتم بدأت الأول بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشاب من قادرون باختلاف عمر أشرف، الله يفتح عليك يا عمر. وبعد كده اتعرض فيلم تسجيلي لطيف جدًا عن قادرون باختلاف خلال السنين اللي فاتت. ومن هنا كان الفيلم بيعرض ابرز الانجازات اللي اتحققت زي ما كنت بقول لكم في اول حلقه بسبب الدعم الكامل والمستمر اللي بيوجه بيه الرئيس السيسي لكل الوزارات واجهزه الدوله لاهالينا من اصحاب الهمم بعد كده استمع الرئيس لعدد من المواهب من ولادنا في عدد من المجالات فنية ورياضية وإعلامية أيضا وهناك الكثيرين من ولادنا كانوا عاوزين يطلعوا موزي يا جماعة دي مهنة صعبة جدا والله المهم رحب الرئيس بالطفلة مريم حمدان من قادرون باختلاف كسفيرة للطفل من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وعبرت مريم عن شكرها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنها جت وشاركت في الاحتفالية الريس كمان شهد العرض المسرحي اللي بيضم عدد من الفنانين لجانب المواهب بتاعة ولادنا واخواتنا من قادرون باختلاف وأثنى الرئيس على العرض المتميز اللي قدموه بعد كده الرئيس تفقد المعرض اللي حضراتكم يعني شفتوا جانب منه لسه من شوية واللي أكيد تابعتوه أثناء التغطية الرئيس أثنى على قدرات ولادنا صناعة المشغولات اليدوية الحرفية الأعمال الفنية بطبيعة الحال طيب تعال بقى ناخد هنا جزء مهم جدا وكنت بقولك لك هنا في الأول قلت لك كل مرة الريس يفاجئنا بدعم جديد كبير مهم فالرئيس يقرر انه يتعمل صندوق موجه صندوق كده مستقل لوحده موجه لدعم ذوي الهمم وانه البرلمان مجلس النواب يحط القانون اللي ينظم عمل هذا الصندوق